على الحق ديالنا، على حق من حقوق ديالنا هو حق ديال التعليم. رجعنا كنقراو 3 ايام في السيمانه، فين تفدى 3 ايام في السيمانه؟ دابا زولونا نهار الاثنين رجعنا يومين في السيمانه، باقي ما عاودنا لا دروس لا حتى شي حاجه. قالوا اي عاودوا التجويد، فين ينفع التجويد؟ هذا ماشي حل اصلا، خصو الحوار بين الوزير ديال التعليم والاساتذه باش يحلوا هذا الحال لنا. دابا انا عندي السادس، عندي موحد ما عرفاش فين شنو نحط في هذا الامتحان هذا. شفنا شي حال ويعاودوا واحد الحوار لي بين الاساتذه باش يحلنا هذا الحل هذا ونرجعوا القرايه ديالنا كيف ديما. بغينا نقراو، كيعدونا الاضرابات، ما كنقراو 8 ساعات في السيمانه. كنضرب وزاره التعليم تعدلنا شي حالات شي هذا، كاين الناس اللي خدامين كيجيو كيلقاو ولادهم في الزنقه. حنا وزاره التعليم تعدلنا شي حل، حنا لحقاش حنا بغينا نقراو، هما عندهم المستقبل ديالهم، حنا حتى حنا خنا نضمنوا المستقبل ديالنا. الاضرابات علمونا ما علمونا حتى حاجه غير البخل والكسل. حنايا بغينا الحل هذا الشيء، حنايا ما بقيناش كنقراو، حنايا بغينا الحل و ما بقيناش كنقراو. حنايا كنقراو الاضرابات، السيمانه الاضرابات كنقراو يومين، ودك يومين اللي كنقراو فيها كيكونوا وقف احتجاجيين، ما كنقراو حتى حاجه. ما هاد الاضرابات ما علمونا البخل والكسل، صافي فقط. الله ياخذ الحق، شنو نقول؟ الله ياخذ الحق. حنا صافي، حنا عيينا، حنا عيينا صابرين، عيينا صابرين، حنا بغينا جبروا لنا الحل. حنا ما كانتش عندنا كانت قرايه، كانت عندنا كانت قرايه. حنايا بغينا الحق، وداكشي اللي ما حقوش والدينا. حنايا هادشي عيينا منه، الله ياخذ الحق اللي كان الحيله وسبب. حنايا بغينا نقراو، بغينا واحد الحل باش نقراو. يعني الاغلبيه بريفي دابا دوزوا امتحانات وعايبداو في العطله، وحنايا باقي ما تعلمنا حتى دا عمليه الجامع. ويلي راه هادشي ماشي معوض اصلا، حتى حنايا ما كندافعوش غير على الحقوق ديالنا، كندافعو حتى على الحقوق ديال الاستاذ. يعطيش دي ضد الحق من الاستاذ والتلميذ، يعني هو قرا ولادو وهو قرا وحنايا ما نقراو شي، يعني ها هذا ظلم، راه حشومه وظلم ماشي عادل. مره يجبروا لنا الحاليا نبقاو دائما نعملوا لهم هيدا. اول شيء هو رساله لوزير التعليم ووزير الحكومه ان 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 باش يدير شي حل مع الاساتذه باش يرجعوا الاقسام ديالهم باش يقراو. حنا كل مره كنمشيو كنجبروا الاضراب، كل مره لا غدا كنمشيو عاوتاني كنجبروا الاضراب وكنرجعوا بحالنا. باقا ما درنا لا امتحانات ولا والو. انا خاصني نقرا، خاصني نكمل قرايتي. قلت لك عمو حنا بغينا الحقوق ديالنا، خصنا نكون شي طبيبه شي استاذه، ما نكونش بحال هيدا نضيعو، نبقاو في الزنقه، نبقاو نبيعو كلينكس هيدا كيضيعونا. تلميذه كنطلب حقي في التعليم، كنطلب حقي في التعلم، وكنطلب من الحكومه تلقى شي حل، وقرايه ولا بد سوا اليوم سوا غدا، وكنطلب حقنا في التعليم. بن موسى يمشي في حاله، التعليم ماشي ديالو.